تحت رعاية سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي، أقيم صباح اليوم حفل تخريج إحدى دورات المستجدين بالحرس الملكي. وقد استهل الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم قدم عرض عملي نفذه الخريجون اشتمل على المسير العسكري البطيء والسريع والحركات الصامتة. بعدها قدم مسؤول الدورة إجازا مفصلا عن الدورة وما تضمنته من برامج نظرية وعملية وتطبيقات وتمارين نفذت خلال مراحل انعقاد هذه الدورة. وخلال الاحتفال أدى الخريجون القسم القانوني. وبعدها تفضل سمو قائد الحرس الملكي بتوزيع الشهادات على الخريجين والجوائز التقديرية على المتفوقين في الدورة، ورفع سموه خالص تهانيه للخريجين متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد في حياتهم العسكرية القادمة. حضر حفل التخريج العميد الركن حمد خليفة النعيمي نائب قائد الحرس الملكي وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين وأهالي الخريجين.